وإذا قدر الله سبحانه وتعالى ولزم أن تكون المعركة الحقيقية فسيرى منا العدو ما يسوءه، سنجعل نتنياهو يلعن اليوم الذي ولدته فيه أمه، وسنجعله يتمنى أن لو تغرق غزة في البحر أو أن لو يبتلع البحر غزة. نحن نفضل ألا تتحول المعركة إلى معركة دينية، لكن إذا أراد قادة الاحتلال والمتطرفون عنده أن يحولوها إلى معركة دينية فنحن لها وقد قبلنا التحدي. في النقب، في المثلث، في الجليل، في حيفا ويافا وعكا واللد، ليجهز كل واحد عنده بندقية بندقيته. الأقصى والقدس والمساس بالأقصى والقدس يعني حربا إقليمية دينية. لقد قالها الشيخ المؤسس أحمد ياسين رحمة الله عليه: إن القوي لا يبقى قويا، وإن الضعيف لا يبقى ضعيفا، وأن الأيام دول، وقد دالت إن شاء الله رب العالمين هذه الأيام. ونحن نقول بشكل واضح أننا قد أخذنا قرارا قاطعا واضحا لأننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنبيض السجون من كل أسرانا الفلسطينيين والعرب. إننا إذا مماطلة الاحتلال في هذا الملف نعلن أننا سنمهله وقتا محدودا لإتمام هذه الصفقة، وإلا فإننا سنغلق ملف أسر العدو الأربعة طرف المقاومة إلى أبد الآبدين، وسنجد طريقة أخرى لتحرير أسرانا بإذن الله. إن أردتم المزيد من الوقت لبقائكم فابتعدوا عن المسجد الأقصى والقدس، ليعلم العالم أجمع وليعلم قادة الاحتلال أن للأقصى رجال يحموه، فإن تراخينا أو توانينا سيضيع منا المسجد الأقصى، وسيسجل علينا التاريخ وصمة عار في جباهنا أعاذنا الله منها. ستفضح هذه المدينة كل المطبعين، وستخزي كل المنسقين، وستكشف حقيقة كل المفرطين والمتنازلين، وسنخرج من غزة ونعود إليها، وتخرج بضائعنا ونحضر بضائعنا. اللي عاجبه عاجبه، واللي مش عاجبه خاوة ورغما عن أنفه. وليسمع العالم أجمع، سنحرق الأخضر واليابس إن لم تحل مشاكل قطاع غزة.